استحقاق وطني كبير، فرصة العراق للانطلاق نحو الإصلاح وتحقيق ما يتطلع إليه العراقيون من حياة حرة كريمة. نتمنى لكل مواطن أن يمارس حقه الدستوري في المساهمة في رسم مستقبل بلده، وإن شاء الله إن شاء الله ننتهي إلى وضع يليق بالعراق ويليق بالعراقيين، وكفى بهذه البلاد تنازعا آخر لنركز على الوطن وأعمار بلدنا وأعمار احترام حقوق المواطنين. واليوم يوم المواطن في العراق، وإن شاء الله إلى نجاح وتحقيق ما هو مشروع لهذا الشعب من سلام وأمن وحياة حرة كريمة. بارز دكتور برهان بكردي. تشاوكم بياني تام باش امر روجي شي غرينغ روجي شي ميجويا بهواي اوي هاولاتياني عراق بتوانن بجدار بن لا دياري كرني چارنوسي خوين امر روجي شي غرينغ بو همو بيكاتكاني عراق بخلقي كردستاني شوا بجداري كردن لبروسي هالبجاردن غرينغ بو اوي دني هاولاتي لا دياري كرني ايندي ولاتكانا برجسته بي وأم هل بجارتنا جاوازة لحل بجارتنا كاني رابردو هل بجارتنا چي پیش وقتا كوم ملك پرسي گرنگي چارنوسا سبارت با حوالاتي سبارت با آئين دي عراق تا يقلا يقردو رقامة الرئيس النون يوم المعروف بالنسبة للقوى الراغبة في إجراء تغييرات سياسية. على أي حال اليوم يوم المواطن، المواطن سيتكلم سيدلي بصوته، غدا سنسمع النتائج وبناء على قرار الوطن سننطلق الى ما هو مطلوب ان شاء الله. بدايه الحكومه فقط الرئيس بس الشريط استاذي رجعت إذا استمعنا لهذا التصريح من رئيس الجمهورية برهام صالح بعد الإدلاء بصوته في هذه الانتخابات في فندق الرشيد في بغداد. نستمع. انتخابات حقيقة عملنا عليها بجد، وهناك تعاون دولي. المفوضية المستقلة للانتخابات تقوم بعمل جدي من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وبدعم المجتمع الدولي. الحكومة وفرت الإمكانيات المطلوبة. كنا قد وعدنا بإجراء الانتخابات المبكرة وها قد أوفينا بوعدنا. اليوم بدلوه يصوت. اليوم يوم تاريخي، نتمنى أن ننطلق إلى ما هو مطلوب، يوم الانتخابات للانطلاق نحو الإصلاح وتحقيق الإعمار وضمان الحياة الحرة الكريمة للعراقيين. يستحقون الأفضل، العراق يستحق الأفضل والعراقيون يستحقون ظروفا أفضل بكثير مما هم فيه. شكرا جزيلا. الأول من رئيس الجمهورية برهام صالح بعد الإدلاء بصوته. إذن يقول برهام صالح أوفينا بوعدنا، المفوضية قامت بإجراءات وبجهود كبيرة بدعم دولي، بدعم من الحكومة وبدعم من الجميع، يحث على المشاركة في هذه الانتخابات. يقول اليوم هو يوم المواطن، سيقول المواطن كلمته اليوم ويختار من يمثله في هذه الانتخابات. وغدا كما قال صالح سنستمع للنتائج ونذهب إلى ما هو يعني بعد النتائج. ويقول إن هذه الانتخابات عملنا عليها والجميع عمل على هذه الانتخابات على قدم وساق وبجهود كبيرة، ويشير إلى العمل الكبير في هذه الانتخابات.